حول تطورات الأوضاع في سوريا ينضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد شريف شحاتة الباحث بمركز دمشق للأبحاث. سيد شريف، دعني أبدأ معك بعد التحية، دعني أبدأ معك من تصريحات ترامب الأخيرة حول عدم تحديد موعد لاستهداف الأراضي السورية. كيف تابعتم هذا الأمر، وهل تعتبرون هذا تراجعا من قبل الإدارة الأمريكية عن ما قالت أنها ستوجه ضربة إلى الأراضي السورية أم لا؟ يعني هو تراجع لسبب بسيط، ان الولايات المتحده الامريكيه بنت ما كانت تقوله على ادعاءات كاذبه ليس لها صحه، واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه عبر كثير من الدول ارسل لها ما مفاده ان لا يمكن توجيه ضربه الى سوريا الا بعد التاكد من مزاعم الكيماوي، وهي لم تصل مزاعم الكيماوي عن وجودها في سوريا غير دقيق. واعتقد ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه لم تتجر مع حلفائها في الدول الاوروبيه لسبب بسيط، ان هناك قوه روسيه كامنه في سوريا، وان هناك قوه مسانده ايرانيه، وبالتالي سوف تدخل المنطقه في حرب تشتعل من مجملها. والاهم من ذلك كله ان التصريح الذي ادت به زخاروفها اليوم في وزاره الخارجيه الروسيه يؤكد ان الولايات المتحده الامريكيه ليست على اطلاع باي شيء، وان ما وصل اليها انما هو خبركات اعلاميه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ شريف شحاده الباحث بمركز دمشق للابحاث، شكرا جزيلا.